إن شاء الله هنبدأ النهاردة محاضرة الـ ECG Electrocardiogram. يعني Electrocardiogram It is the recording of electrical activity that occurs in the heart during each beat and transmitted to the outer surface of the body through body fluids. ده باختصار جهاز الـ ECG اللي بنسجل بيه كهربة القلب عن طريق electrodes بتتحط على سطح الجسم من بره بتنقلي كهربة القلب. ازاي بتتنقل كهربة القلب من جوه القلب للإلكترودز اللي بره؟ عن طريق البادي فلويدز اللي موجودة في جسمي، لأنها إذا جود كوندكتور للكهرباء. تمام، يبقى الإي سي جي هو تسجيل الكهرباء اللي بتحصل في القلب كل دقة. تمام، تتنقلي لسطح جسمي من بره. تتنقلي ازاي؟ عن طريق الإلكترودز، مش أنا بوصل الإنسان اللي بعمل له إي سي جي، بوصله بإلكترودز تحط على جسمه من بره. الإلكترودز دي بتشوف لي كهربة القلب. طب بتتنقل ازاي الكهربا من جوه لبره؟ عن طريق البادي فلويدز. في ان بي مهمة، يعني الكتروكارديوجراف. الكتروكارديوجراف ده الابريتس نفسه اللي بسجل بيه كهربة القلب اللي بعمل بيه الاي سي جي. يبقى الاي سي جي ده الريكوردينج، اما الكتروكارديوجراف ده الجهاز اللي بعمل بيه الاي سي جي. هو عبارة عن سنسيتيف جالفانومتر. تمام، يبقى الاي سي جي ده الريكوردينج نفسه اللي بمسكه اللي بشوف بيه كهربه القلب. الورقه اللي ماسكاها بقول دي ورقه اي سي جي، ورقه بتبين لي الكهربه اللي حصلت في القلب اثناء السيستول والدايستول. تمام، بسجلها ازاي الاي سي جي؟ عن طريق الكتروكارديوجراف. يبقى عندي في حاجه اسمها الكتروكارديوجرام اند الكتروكارديوجراف. تمام كده. طيب انا عندي الهارت اكت از جنريتور، هو مولد كهربا، بيطلع كهربا عبارة عن excitation wave في هيئة depolarization and repolarization. يبقى القلب ده مولد لكهرباء في هيئة depolarization and repolarization. أثناء depolarization طبعا ده عكست الاستقطاب، يبقى بقى جوه ايه؟ positive، وبره بقى negative. بره بقى negative، خلاص هي دي ال active point اللي هي depolarized point. أما remaining part of the muscle polarized في resting state، جوه negative وبره positive. تقوم الكهرباء تتنقل من ال depolarized state لل repolarized أو resting state ال polarized state from negative to positive. عندي أي كهرباء بتتنقل من السالب للموجب، من negative لل positive، أول حاجة عندي القلب حصل فيه depolarization في منطقة منه. أول ما حصل فيه depolarization بقى جوه positive وبره negative، فبقى دي active area. المصل اللي لازقه في الحته دي لسه في الريستنج ستيت، في البولارايز، في الريستنج ممبرين بوتنشال، جوه سالب وبره موجب. تقوم الكهرباء تتنقل من الدي بولارايز للبولارايز البولارايز اريا. تمام، وهكذا. عندي ما بعد الويف اوف بولارايزيشن بتخلص بيتبعها موجه من الري بولارايزيشن. ويف اوف ري بولارايزيشن فولوز بولارايزيشن ويف بات ان اوبوزيت دايركشن. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي التوبولاريزيشن بيحصل ازاي؟ عندي الاس اي نود هو البيس ميكر اوف ذا هارت. تمام، بتنشيت لانها اوتوماتيك سيل، بتنشيت الالكتريستي او الاكسايتيشن ويف او التوبولاريزيشن ويف، بيطلع منها التوبولاريزيشن. يمشي يا الاس اي نود موجوده في الاتريوم، تمشي الويف دي ثرو ذا تو اتريوم توصل للاي في نود، ثم الاي في باندل او باندل اوف هيس، ثم الباندل برانش رايت وليفت، واللي بيطلعوا منهم حاجه اسمها بيركينج فايبرز. تمام، يبقى الويف مش فروم اس اي نود، اي في نود، اي في باندل، باندل برانش، بركنجي. يبقى مشيت الويف منين؟ من الاي، من البيز تو ذا ايبكس، ده اتجاه الويف، وبعدين ريفلكتد تاني تو ذا بيز. تمام، طيب انا عندي البولاريزيشن كده بيتنقل عن طريق مين؟ الكوندكتنج سيستم، الاس اي نود، اي في نود، اي في باندل، باندل برانش، بركنجي فايبر. ده اتجاه مين؟ البولاريزيشن ماشي، لانه ماشي خلال الكوندكتنج سيستم اللي هو سريع جدا. ده بيوصل في البريكنش فاكرين لكام؟ ل 4 متر في الثانيه. اوكي، ده الديبولاريزيشن. الريبولاريزيشن بيمشي في اتجاه العكسي. لما جينا اتكلمنا على الدي بولاريزيشن زي ما شفنا اتجاهه كده زي ما قلنا في الكوندكتنج سيستم. طيب لو نفتكر طبقات القلب، كانت الطبقه الداخليه اسمها اندوكارديوم، ودي الطبقه الملاصقه للكوندكتنج سيستم، تليها المايوكارديوم، تليها الابيكارديوم اللي هي الطبقة الخارجية.
يبقى depolarization wave وهي ماشية في conducting system ماشية from endocardium to epicardium. تمام، نيجي للrepolarization. لا بقى، الrepolarization بيمشي في الاتجاه العكسي from epicardium، من الطبقة الخارجية للطبقة الداخلية. ليه؟ لأن الrepolarization بيعتمد على الventricular muscle مش على conducting system. الrepolarization بيعتمد على الventricular muscle العضلة نفسها ولا يعتمد على الconducting system. تمام، وانا عندي لما القلب بيعمل سيستول ودايستول جوه دم، فلما القلب بيعمل contraction وrelaxation يقوم يضغط على مين؟ انا القلب اهو جوه دم، هيضغط على طبقة الاندوكارديوم، فالميتابوليزم بتاعها يبقى مش قد كده، يبقى مش كويس. لكن طبقة الايبيكارديوم بعيدة، بعيد عن الكمبريشن والريلاكسيشن، دي طبقة خارجية، يبقى الميتابوليزم بتاعها أحسن. عشان كده الريبولاريزيشن اللي بيعتمد على الفنتريكولار ماسل بيمشي من الايبيكارديوم من الطبقة الخارجية للإندوكارديوم من الطبقة الداخلية. نعيد كمان مرة، عندي ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. الديبولاريزيشن يعتمد على مين؟ على الاس اي نود والكوندكتنج سيستم. الريبولاريزيشن يعتمد على مين؟ على الفنتريكولار ماسل. الديبولاريزيشن قلنا بيعتمد على الكوندكتنج سيستم اللي هو ملاصق لطبقه الاندوكارديوم، الطبقه الداخليه من القلب. عشان كده الديبولاريزيشن بيمشي from endocardium to epicardium. اما الريبولاريزيشن يعتمد على الميتابوليزم اوف ventricular muscle. كل ما كان الميتابوليزم بتاع الventricular muscle كويس كل ما الريبولاريزيشن كويس. طيب انا عندي القلب مليان دم، لما بيحصل contraction relaxation بيضغط على مين؟ بيضغط على الطبقة الملاصقة ليه اللي هي الاندوكارديوم. فالفنتريكولار ماسل اللي موجود ملاصق للاندوكارديوم يبقى الميتابوليزم بتاعه وحش، على عكس الماسل البعيدة اللي موجودة فين؟ في الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية اللي اسمها ايه؟ ايبيكارديوم، الميتابوليزم بتاعها كويس. عشان كده الريبولاريزيشن اللي بيعتمد على الفنتريكولار ماسل بيمشي من ايبيكارديوم للاندوكارديوم. اتمنى تكونوا فهمتوها. طب انا في قاعده عندي بتقول لي طول الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، الديبولاريزيشن لو ماشيه ناحيه الريكوردنج الكترود هتسجل بوزيتيف ديفليكشن، يعني ايه؟ يبقى الويف طالعه لفوق. ولو الديبولاريزيشن ماشي اواي بعيد عن الالكترود هيسجل نيجاتيف ديفليكشن، الويف تتشقلب لتحت. انا قلت الديبولاريزيشن لو ماشي ناحيه، انا ساي مثلا ده الالكترود الموجود على جسمي من بره، لو موجه الديبولاريزيشن ماشيه ناحيته ساعتها الويف هتبقى باصه لفوق معدوله بوزيتيف ديفلكشن. اما لو الديبولاريزيشن ماشي بعيد عن الالكترود يبقى الويف دي هتبقى متشقلبه لتحت، باصه لتحت. الديبولاريزيشن عكس الريبولاريزيشن، يبقى الريبولاريزيشن لو رايح ناحيه الالكترود يبقى الويف متشقلبه لتحت نيجاتيف ديفليكشن. اما لو الريبولاريزيشن ماشيه اواي فروم ذا الكترود هيسجل بوزيتيف ويف، بوزيتيف ديفليكشن. تمام، ده معنى الجمله اللي انا قلت ايه. احنا لما انتوا خدتوا في السكيلتال ماسل كانت الفيرست بوينت تو ديبولاريز از اولسو ذا فيرست بوينت تو ريبولاريز. اول نقطه عندي ببدا منها الديبولاريزيشن هي اول نقطه ببدا عندها الريبولاريزيشن. عشان كده كان الديبولاريزيشن باصص لفوق كانت بوزيتيف ويف لفوق، والريبولاريزيشن ويف باصه لتحت نيجاتيف ديفلكشن. عكس الكاردياك ماسل، ذا لاست بوينت اوف ديبولاريزيشن اللي هي كانت مين؟ كانت الايبيكارديوم از ذا فيرست بوينت تو ريبولاريز. يبقى الايبيكارديوم اخر نقطه بيوصل عندها الديبولاريزيشن، هي أول نقطة بيبدأ عندها الريبولاريزيشن. عشان كده وأنا عندي الديبولاريزيشن أهو ماشي كده 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 كده، يبقى آخر نقطة هي مين؟ الإبيكارديوم. تمام؟ خلاص؟ سجلت بوزيتيف ديفليكشن ليه؟ لأنها في اتجاه الإلكترود. طيب عندي بقى الريبولاريزيشن، ده الريبولاريزيشن آخر نقطة اللي هي الإبيكارديوم هي أول نقطة هبدأ عندها الريبولاريزيشن. يبقى هبدا من هنا وادخل على الاندوكارديوم اللي جوه away from the electrode، so برضو الريبولاريزيشن هيبقى positive deflection، ويف باصه لفوق. لان الديبولاريزيشن لو انا ماشي ناحيه الالكترود هسجل positive، لو انا ماشي away from the electrode هسجل negative،
عكسه الريبولاريزيشن، لو انا ماشيه ناحيه الالكترود هيبقى نيجاتيف، لو انا ماشيه اواي فروم ذا الكترود هسجل بوزيتيف. فانا عندي هنعرف بعد كده ان الويف دي بتاعه الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل، خلاص اسمها ار ويف. ليه هي باصه لفوق؟ عشان الالكترود بره موجود على جسمي اهو، والديبولاريزيشن ماشي فروم ذا اندوكارديوم تو ابيكارديوم ناحيه الالكترود، تمام؟ فسجلت بوزيتيف، لان ما دام الديبولاريزيشن رايح ناحيه الالكترود يبقى بوزيتيف، يبقى الويف تبقى بوزيتيف لفوق. طب ليه برضو الويف اللي بعديها دي اسمها تي ويف؟ هنعرفها بعد شويه انها دي تمثل الفنتريكولر ريبولاريزيشن. طب ما طبيعي ان الريبولاريزيشن يبقى الويف بتاعته متشقلبه لتحت عكس الديبولاريزيشن، يعني ما دام الديبولاريزيشن باصص لفوق يبقى المفروض الريبولاريزيشن باصص لتحت. لا، لان الريبولاريزيشن برضو باصص لفوق. ليه؟ لان في قاعده بتقول لي في الهارت ان اللاست بوينت تو ديبولارايز هي الفيرست بوينت تو ريبولارايز. ليه؟ زي ما قلت لكم ان الريبولارايزيشن بيعتمد على الفنتريكولار ماسل، وانا عندي الفنتريكولار ماسل اللي ناحيه الاندوكارديوم حالتها الميتابوليزم بتاعتها مش كويسه لانها بتتعرض للكمبريشن من الدم اللي في الفنتريكل. اما الماسل اللي بعيده عن الاندوكارديوم اللي موجوده في الايبيكارديوم حاله الميتابوليزم بتاعتها كويسه لانها بعيده عن الضغط. عشان كده الريبولاريزيشن اللي بيعتمد على الفنتريكولار ماسل بيبدأ من الايبيكارديوم ويدخل على الاندوكارديوم، تمام؟ طب ما دام الويف ماشيه من بره اهي، ده الايبيكارديوم وده الاندوكارديوم، ماشيه الويف من بره لجوه، وقلنا في الريبولاريزيشن لما الويف تمشي اواي فروم ذا الكترود اهي داخله لجوه اللي هي بالاخضر دي داخله لجوه عكس اتجاه الالكترود خالص، ده الالكترود موجود على سطح جسمي من بره، هي الويف بتاع الريبولاريزيشن داخله لجوه. وقلنا في قاعده ما دام الويف اوف ريبولاريزيشن عكس اتجاه الالكترود تبقى بوزيتيف، لكن لو كانت في نفس اتجاه الالكترود كانت عملت لي ايه؟ نيجاتيف. يبقى اول قاعده ان انا ان اللاست بوينت اوف ديبولارايز في الهارت هي الفيرست بوينت اوف ريبولارايز، والديبولاريزيشن تعتمد على الكوندكتنج سيستم، اما الريبولاريزيشن يعتمد على الفنتريكولر ماسل. تالت قاعده في الديبولاريزيشن، لو انا اتجاه الديبولاريزيشن ويف في اتجاه الالكترود نفس اتجاهه رايحه ناحيته هسجل ويف ابور ديفليكشن، ويف باصه لفوق، ولو كانت اواي فروم ذا الكترود هسجل نيجاتيف ديفليكشن، ويف باصه لتحت. الريبولاريزيشن عكس الديبولاريزيشن، لو الريبولاريزيشن ويف راح ناحيه الالكترود في نفس اتجاهه هسجل نيجاتيف ديفليكشن، ويف متشقلبه لتحت. لو الويف بتاع الريبولاريزيشن ماشيه اواي عكس اتجاه الالكترود هسجل ويف باصه لفوق بوزيتيف ديفليكشن، تمام كده؟ اعيدها تاني. When depolarization wave directed toward the recording electrode it produces upward deflection positive wave اهي بص لفوق. But if away from the electrode that produces downward deflection negative wave اهي. دي بتمثل الـ depolarization wave. ده الـ electrode، تمام؟ depolarization يعني جوه positive وبره negative. لو الـ wave ماشية ناحية الـ electrode يبقى الـ wave هتبص لفين؟ لفوق. لو الويف ماشية عكس اتجاه الالكترود هي ماشية بعيد عنه هتسجل نيجاتيف ديفليكشن. طب نيجي كده نشوف احنا فاهمين الموضوع صح ولا غلط. لو ده ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن قلنا الريبولاريزيشن عكس الديبولاريزيشن، لو الويف هنا راح ناحية الالكترود في الريبولاريزيشن ساعتها هلاقي الويف دي باصة لتحت نيجاتيف ديفليكشن. طب لو لقينا الويف اواي فروم ذا الكترود في الريبولاريزيشن هلاقي الويف دي ايه؟ باصة لفوق بوزيتيف ديفليكشن، تمام؟ بعد كده بقى عايزه اعرف الاي سي جي الكتروكارديوجرام بيتعمل ازاي. To record the electrical activity of the heart electrodes are placed on body surface. طب عشان اسجل كهربه القلب بتلاقي حتى البيشنت حاطط كده زي الكترودز متوصله بالسلوك والسلوك دي متوصله بالجهاز، خلاص الالكترودز دي هي دي اللي بتسجل لي الكهرباء. طيب في حاجه اسمها ليدز، ليدز دي يعني fixed position of electrode on body surface. لما اقول لك ده مثلا ليد ده AVR lead، AVR lead يبقى الالكترود موجود عند right arm هنعرفها بعد شويه. يبقى what is the definition of lead؟ ده مكان الالكترود، lead يعبر عن مكان الالكترود. انا عندي الاي سي جي ليدز اللي بشوف بيها كهربه القلب
كام نوع؟ نوعين، نوع اسمه لام بليد بس ده له سب ديفيجن، في حاجه اسمها يوني بولر وباي بولر، في يوني بولر لام بليد اند باي بولر لام بليد، والنوع التاني اسمه ايه؟ شيست ليد. يبقى الليدز اللي بسجل بيها قرابه القلب يا اما لام بليد ومن اسمها متوصله باللمس، وشيست ليد متوصله بالشيست. اللام بليد لها نوعين، يوني بولر اند باي بولر. تمام، في برضو حاجه عايزه ناخد بالنا منها، في حاجة اسمها كاردياك فيكتور أو كاردياك أكسس، يعني إيه؟ ده الاتجاه العام لكهربة القلب، ده المين دايركشن أوف ذا كاردياك إلكتريكال أكتيفيتي. متوسط أو محصلة كهربة القلب ماشية إزاي؟ لقيناها إنها ماشية داونورد، مش هنا الإس إي نوت، كهربة القلب بقى ماشية إزاي؟ داونورد فورورد أند تو ذا ليفت، داونورد فورورد أند تو ذا ليفت. وفي قاعدة بتقولي ان لو الليد بتاعي ماشي اتجاهه في نفس كهربه، في نفس اتجاه كهربه القلب او في نفس اتجاه الكاردياك فيكتور، هتسجل اللي هيبقى شكل الليد بتاعتنا باصه لفوق معدوله. اما لو الليد ده اتجاه الكهربه فيه ماشي عكس اتجاه كده، مع اتجاه عكس اتجاه ماشي مثلا ماشي لفوق كده، لو ماشي عكس اتجاه الكاردياك فيكتور يبقى شكل الاي سي جي بتاعي الويفز كلها متشقلبه لتحت. القاعدة بتقول عندي في حاجة اسمها كاردياك فيكتور، ده محصلة اتجاه كهربة القلب، لأن محصلة اتجاه كهربة القلب ماشية ازاي؟ داونورد فورورد اند تو ذا ليفت. والقاعدة بتقول لي ان لو انا ماسكة ليد معين واتجاه الكهرباء في الليد ده ماشي مع نفس اتجاه كهربة القلب، يعني مثلا ماشي ناحية الليفت او ماشي داونورد، ساعتها لو بصيت على الاي سي جي اللي في ايدي على ورقة الاي سي جي هلاقي الويفز بتاعتي معدولة باصة لفوق عادية خالص. اما لو اتجاه الكهرباء في ليد معين ماشي في عكس اتجاه الكاردياك فيكتور، يعني مثلا ماشيه ناحيه الرايت سايد، ساعتها هلاقي شكل ورقه الاي سي جي اللي في ايدي معكوسه، الاقي الويفز متشقلبه لتحت، وهنشوفها كمان شويه. هنبدا باللمبليد. احنا قلنا عندنا لمبليد يعني ليدز عندي الالكترودز موجوده فين عند اللمس، قلنا في منها نوعين باي بولر اند يوني بولر. باي بولر، باي بولر من اسمها باي بولر، يعني في تو الكترودز اكتف، اتنين اكتف الكترودز، وانا بشوف ايه؟ بشوف فرق الجهد ما بينهم، البوتنشال ديفرنس بتوين التو الكترودز دول. يبقى سميناها باي بولر ليه؟ عشان عندنا تو اكتف الكترودز بسجل بينهم فرق الجهد. تمام، ايه هو انواع الباي بولر لين بليد؟ ثلاثه، ليد 1 ليد 2 اند ليد 3، ليد 1 ليد 2 اند ليد 3. اوكي، في كل ليد عايز اعرف طبعا الكهرباء زي ما اتفقنا بتمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، من النيجاتيف للبوزيتيف، في كل ليد عايز اشوف من عندي في التو ليدز دول التلاته ايه؟ باي بولر، يعني في تو اكتف الكترودز. محتاجه في كل ليد اعرف البوزيتيف تيرمينال بوصلها في بانهي لب، النيجاتيف تيرمينال بوصلها بانهي لب، الكارنت بتوين التو الكترودز ده لو شفته هيمشي مع الكاردياك فيكتور ولا عكس اتجاه الكاردياك فيكتور او الكاردياك اكسس. طيب نمسك ليد 1، ده ليد 1 عندي النيجاتيف تيرمينال او النيجاتيف الكترود متوصل بالرايت اور، والبوزيتيف تيرمينال متوصل بالليفت اور، يبقى انا بقيس البوتنشال ديفرنس ما بين الرايت اور وبين الليفت اور، ده ليد 1. يبقى نيجاتيف تيرمينال رايت اور، بوزيتيف تيرمينال ليفت اور، الكهرباء تمشي ازاي؟ فروم رايت ارم تو ليفت ارم، لانها من النيجاتيف للبوزيتيف. طب ده ماشي مع الكاردياك فيكتور ولا اجينست كاردياك فيكتور؟ ماشي ناحيه الليفت، واحنا قلنا الكاردياك فيكتور داونورد فورورد اند تو ذا ليفت، ماشي ناحيه الليفت يبقى معاه نفس اتجاه الكاردياك فيكتور، يبقى ساعتها هلاقي ورقه الاي سي جي الويفز بتاعتها معدوله باصه لفوق. تمام، ده ليد 1. ليد 2 برضو النيجاتيف تيرمينال متوصله اهي بالرايت ارم، امال البوزيتيف تيرمينال متوصله بالليفت فوت او الليفت ليج. تمام، يبقى الكهرباء بتمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، هتمشي من رايت ارم تو ذا ليفت ليج. طب ماشيه كده ايه اخبارها؟ ايه ماشيه مع الكاردياك فيكتور ولا اجينست كاردياك فيكتور؟ هي ماشيه داون وورد وماشيه من الرايت للليفت، يعني ماشيه توورد ليفت سايد، واحنا قلنا الكاردياك فيكتور داون وورد فورورد اند تو ذا ليفت، يبقى دي ماشيه مع نفس اتجاه الكاردياك فيكتور، فلاقي الويفز بتاعت الاي سي جي في ليد 2 باصه لفوق معدوله. اخر ليد from left arm ده النيجاتيف تيرمينال،
to the left leg the positive terminal. وانا عندي الكهرباء بتمشي from negative to positive, from left arm to left leg. طب ده انا في ناحية ال left side, يبقى مع ال cardiac axis ولا against the cardiac axis؟ ده انا ناحية, ده انا كلي ناحية ال left, يبقى with cardiac vector او with the direction of the cardiac vector. يبقى لو مسكت ال ECG بتاع ال 3 هلاقي ال waves معدولة وباصة لفوق. تاني عندي limb leads, هبدأ باليوني بالبايبولر. باي يعني عندي تو اكتف الكترود, اتنين الكترود بسجل البوتنشال ديفرنس, فرق الجهد ما بينهم. ليد 1 ليد 2 ليد 3. ليد 1 ما بين الرايت ارم ليفت ارم, رايت ارم هو النيجاتيف, بوست ارم هو البوزيتيف. الكهرباء هتمشي فروم رايت ارم تو ليفت ارم وذ دايركشن اوف ذا كاردياك فيكتور, يبقى الويفز معدوله. طيب ليد 2 بتوين برضو الرايت ارم, هي دي النيجاتيف تيرمينال, اند ليفت فوت ده البوزيتيف تيرمينال, يبقى الكهرباء تمشي from right arm to the left foot with the direction of the cardiac vector, يبقى الويفز معدولة. lead 3 ما بين left arm the negative terminal and left foot the positive terminal, الكهرباء تمشي from left arm to the left foot مع direction of the cardiac vector, يبقى الويفز بتاعت ال ECG بتاع lead 3 معدولين معدولة. يبقى عندي سواء lead 1 أو lead 2 أو lead 3 كلهم ماشيين مع ال cardiac vector, مع نفس اتجاه الكاردياك فيكتور, يبقى الويفز بتاعتنا معدوله. يبقى عندي ليت 1 نيجاتيف تيرمينال رايت ارم, بوزيتيف تيرمينال ليفت ارم, كارنت فلو فروم رايت ارم تو ليفت ارم لانها من نيجاتيف للبوزيتيف ان ذا سيم دايركشن اوف ذا كاردياك فيكتور, سو ذا اس جي ريكورد بوزيتيفلي. طب ليت 2 فروم ذا رايت ارم ذا نيجاتيف تيرمينال تو ليفت ليج ذا البوزيتيف تيرمينال برضو in the same direction of the cardiac vector, so the ECG records positive. طب left 3 from left arm to left leg, يبقى الكهرباء ده left arm طبعا هو النيجاتيف والليفت ليج هي البوزيتيف, الكهرباء تمشي from left arm to the left leg the ECG records positive. خلاص يبقى led 1 led 2 led 3 كل الويفز بتاعتنا معدوله باصه لفوق لان كلهم في نفس اتجاه الكارديك فيكتور اللي هو downward forward and to the left. تمام ده الباي بولر لين بليد. نيجي بقى لمين؟ يوني بولر لين بليد. من اسمها يوني بولر يعني عندي 1 اكتف الكترود, واحد بس الكترود اكتف اللي بسجل الكهرباء عنه. امال الباقي اخباره ايه؟ طب الواحد ده هو اللي هخليه بوزيتيف عشان الكهرباء تمشي ناحيته. تمام؟ طب ما انا لازم يبقى عندي نيجاتيف, اجيب النيجاتيف منين؟ اربط التو لمبز التانيين ببعض, اخد من ده سلك ومن ده سلك ووصلهم بمقاومة عالية. خلاص؟ مثلا سي 5000 اوم. تمام؟ وبعد كده عشان ايه؟ عشان اخلي بعد ما وصلتهم بمقاومة عالية هخلي الالكتريسيتي بتاعتهم صفر لان المقاومة بتاعتهم عالية. واقوم موصلاهم بالنيجاتيف تيرمينال بتاعت الجهاز بتاعي. تاني انا عندي يوني بولر لمبريد يعني عندي اكتف الكترود واحد بس وده اللي هخليه بوست عشان الكهرباء تمشي ناحيته. طب ما انا لازم يبقى عندي نيجاتيف تيرمينال, اجيبها منين؟ سي لو انا عندي الاكتف الكترود هو اللي موجود عند الرايت ارم يبقى ده هخليه بوزيتيف. النيجاتيف اجيبه منين؟ اقوم مربطه الليفت ارم والليفت فوت مع بعض, هخرج من ده سلك وده سلك واربطهم مع بعض, هيتوصلوا بمقاومه عاليه عشان اخلي الكهرباء بتاعتهم زيرو. وبعد كده السلك ده يتوصل بالنيجاتيف تيرمينال للجهاز, الجهاز له نيجاتيف تيرمينال هوصله بيه وهو دول النيجاتيف. تمام؟ طب احنا ملاحظين حاجه ان انا ما بجيبش سيره الرايت ليج خالص. الرايت ليج از فور جراوندنج او فور ايرثنج, خلاص دي اللي بوصلها بالارضي. تمام كده؟ طب نرجع تاني لليونيبور لمب ليد. اكسبلورنج الكترود از كونكتد تو ا بوينت اون ا لمب, عندي الكترود واحد بس اكتف هيتوصل بلمب. وين ذا بوزيتيف تيرمينال از اون رايت, قلنا طبعا اللمب اللي عليه الالكترود ده هيبقى هو البوزيتيف تيرمينال, بوصله بالناحيه البوزيتيف بتاع الجهاز. تمام؟ لو البوزيتيف تيرمينال ده على الرايت ار اهو هنسميه اي في ار, اللي ده هسميه اي في ار, اي في ار تايب. وعندي لو الاكتف الكترود ده متوصل بالليفت ار هسميه اي في ال, ولو البوزيتيف او الاكتف سوري الكترود متوصل بالليفت فوت هسميها اي في اف. تمام؟ هي كلمه اي دي ايه علاقتها باختصار ايه؟ اي في ار اي في ال اي في اف. لقينا ان الفولت اللي بيطلع من الليد ده من اليونيبولر لمب ليد قليل قوي, لازم اكبره اعمل له اوجمنتيشن, اكبره
عن طريق الجهاز هو اللي بيعمله اوجمنتيشن لوحده، عشان كده سميناها augmented voltage of right arm، ده اختصار ال AVR. augmented voltage of left arm اختصار ال AVL. augmented voltage of left leg ده اختصار ال AVF. تمام. وزي ما قلت لكم من شويه ال negative electrodes connected the other limb electrodes to a central common terminal through a resistance بمقاومه which is connected to the negative terminal of the electrocardiograph. يبقى تاني unipolar limb lead، يعني عندي active electrode واحد بس بسجل من عنده الكهرباء، يبقى هو ده البوزيتيف عشان الكهرباء تروح له. يا اما يتوصل يا بالرايت ارم سميناه اي في ار، بتوصل بالليفت ارم سميناه اي في ال، يا بتوصل بالاي في اف بالليفت فوت سميناه اي في اف. ليه كلمه ايه دي اختصار ايه؟ اوجمنتيشن، اوجمنتد، لان لو سيبناه لوحده كده الليد يبقى في ال وفي ار في اف، نسجله كده على طول هنلاقي الفولت بتاعت الويفز قليله قوي ضعيفه، فالجهاز بيعمل لها اوجمنتيشن يكبرها، عشان كده سميناها اي في ار اي في ال اي في اف. طب ده البوزيتيف تيرمينال، النيجاتيف هنوصله بايه بقى؟ لو انا عندي مثلا انا بسجل ليد اي في ار اللي هي البوزيتيف تيرمينال موجوده عند الرايت ارم، ساعتها الاي في ال واي في اف هيتوصلوا ببعض بالنيجاتيف تيرمينال بمقاومه عاليه الاول، تتوصل بالنيجاتيف تيرمينال بتاع الابريتس بتاع الاكسوكارديوجراف. تمام. طب لو انا لو انا بسجل الاي في ال ليد، يعني موصله الاكتيف الكترود عند الليفت ارم، ساعتها الاي في ار والاي في اف هما اللي هيتوصلوا بالنيجاتيف تيرمينال بتاع الجهاز. قلنا الرايت ليج ما بستخدمهاش خالص، دي فور جراوندنج فور ايرث فور ايرثنج، ده للارضي. تمام. طيب نبص كده الاي في ار، خلاص عايزين نشوف الويفز اللي انا بصيت عليها في ورقه الاي سي جي اخبارها ايه. الاي في ار موجوده عند الرايت ارم، يبقى الكهرباء هتروح ناحيه مين؟ الرايت ارم. ده في اتجاه الفيكتور ولا عكس اتجاه الفيكتور؟ ده عكس اتجاه الفيكتور خالص، ده الفيكتور بيمشي داون وورد فورورد اند تو ذا ليفت. لا ده دي ده انا عشان اروح للاي في ار همشي تو ذا رايت سايد. عشان كده لما هبص في ورقه الاي سي جي والاقي الويفز متشقلبه كده، شايفين كلها زي ما تكون ورقه معكوسه، اعرف انها اي في ار. ليه؟ لان الكهرباء رايحه للاي في ار للرايت ار في عكس اتجاه كهربه القلب. ليه كهربه القلب ماشيه ازاي؟ داون وورد forward and to the left. لكن الاي في ار الكهرباء رايحه ناحيه الرايت ارم، عشان كده لما ابص في ورقه الاي سي جي والاقي الويفز كلها متشقلبه ما اقولش ان ده واحد عنده مرض او ديزيز، لا ده الويفز متشقلبه عشان هلاقي عشان انا بسجل من الاي في ار. تمام. طب لو بصينا ناحيه الاي في ال الكهرباء تمشي ناحيه الليفت ارم، ليفت ارم مع اتجاه الفيكتور ولا عكس اتجاه الفيكتور؟ مع اتجاه الفيكتور. يبقى لو بصيت على الاي سي جي بتاع الاي في ال شايفين الويفز معتوله زي الفل. الاي في اف هنا الالكترود محطوط فين؟ عند الليفت فوت، يبقى الكهرباء ماشيه ناحيه الليفت فوت، ليفت فوت يبقى مع اتجاه الفيكتور ولا عكس اتجاه الفيكتور؟ ده الفيكتور داونورد افور تو ذا ليفت، تو ذا ليفت ليفت فوت يبقى مع اتجاه الفيكتور. يبقى لو بصيت على الاي سي جي بتاع الاي في اف هلاقي الكهرباء معدوله زي الفل. تمام. يبقى الاول ما ابص على اي سي جي ستريب ورقه اي سي جي والاقي الويفز متشقلبه لتحت على طول اشك ان هو ده الاي في ار، الكهرباء بسجلها من الاي في ار ومتشقلبه، ده نورمال ما فيهوش مشكله خالص، ده عشان الكهرباء رايحه للاي في ار في عكس اتجاه كهربه القلب، في عكس اتجاه الكاردياك فيكتور، عكس القاعده، يبقى الويفز بتتشقلب تبقى نيجاتيف لتحت. يبقى خدنا كده خلصنا الليمب ليد، سواء يوني بولر يعني فيها 1 اكتيف الكترود، باي بولر فيها 2 اكتيف الكترود، 2 اكتيف الكترود كان منهم واحد النيجاتيف وواحد البوزيتيف مريحه دماغي خالص. ليد 1 كان النيجاتيف رايت ارم والبوزيتيف ليفت ارم، ليد 2 كان النيجاتيف رايت ارم والبوزيتيف ليفت فوت، ليد 3 كان النيجاتيف ليفت ارم والبوزيتيف ليفت فوت. تمام. وبقيه الكهرباء ما بينهم. طب اليوني بولر لين بليد، يوني بولر يعني واحد بس اكتيف هو اللي بخليه بوزيتيف، سواء على الرايت ارم سميته اي في ار، على الليفت ارم سميته اي في ال، على الليفت فوت سميته اي في اف. طب ده بوزيتيف، طب فين النيجاتيف بقى؟ بوصل التو لمبز التانيين، يعني انا لو انا بقيس من الاي في ار او موصله الليفت ارم والليفت فوت ببعض ووصلهم على ايه؟ على النيجاتيف تيرمينال بتاع الجهاز بتاعي. تمام كده. تاني نوع من الليد اسمها الشست ليد، شست ليد من اسمها بسجل بحط الالكترودز فين؟ على الشست. They are six unipolar leads، يعني برضه unipolar يعني هو الكترود واحد في المره. In which the ECG is recorded with electrodes placed on the anterior surface of the chest over the heart. الالكترودز عندي 6 leads، 6 chest leads،
وكلهم يونيبولر يعني بستخدم واحد في المرة. رقمناهم from V1 to V6 اوكي. طيب طبعا كلهم هيبقوا ايه، لو انا بستخدم V1 يبقى V1 positive، V2 يبقى هو البوستر عشان الكهرباء تمشي ناحيتهم، ما هي الكهرباء بتمشي from negative to positive. نعرف اماكنهم مع بعض. V1 موجود for right force intercostal space at right parasternal area، ادي الاسترنم موجودة في النص. right force space موجودة عندها ال V1 جنب الاسترنم على طول في force space في right side. V2 قصاده الناحية التانية at in the force intercostal space at left parasternal area، يبقى V1 و V2 على جانبي الاسترنم، واحد في right side واحد في left side في force intercostal space. سيبكم من V3 دلوقتي، نمسك V4. V4 موجودة فين؟ في fifth intercostal space left fifth intercostal space at mid clavicular line. فاكرين الكلام ده قلنا جبنا سيرته فين قبل كده؟ مكان الابكس، يبقى ال V4 دي عند الابكس اوف ذا هارت left fourth intercostal space في الميد. شايفين لو خدنا نقطة خط ينزل من الميد كلافيكولار لاين وصلنا لغاية الفيفث سبيس، هو ده مكان الابكس. طب V3 اللي احنا سيبناها بقى ما بين V2 و V4 نحط V3. طب V5 و V6 زي V4 كلهم في الليفت فيفث سبيس، كانت الفور V4 في الميد كلافيكولار لاين، V5 at anterior axillary line، V6 at mid axillary line. يبقى تاني V1 فين؟ V1 و V2 الاتنين قدام بعض، الاتنين جنب الاسترنم، الاتنين في الفورس انتركوستال سبيس، V1 for right force intercostal space parasternum، V2 for left force intercostal space parasternum، V3 ما بين V2 و V4، V4 عند الابيكس في left fifth intercostal space and mid clavicular line، V5 في left fifth intercostal space at anterior axillary line، V6 في left fifth intercostal space at mid axillary line. تمام كده؟ Recording the unipolar chest lead. ازاي اسجل الكهرباء من الشيست ليد؟ The chest electrode is connected to the positive terminal of the electrocardiograph. زي ما اتفقنا ما دام هي unipolar يبقى خليها هي البوزيتيف عشان الكهرباء تمشي ناحيتها. يبقى انا لو عايز اسجل من V1 هوصله بالبوزيتيف terminal بتاع الجهاز عشان الكهرباء تمشي ناحيته. عايز اسجل من V5 هخلي ال V5 هي اللي متوصله بالبوزيتيف terminal of the apparatus. طب اجيب النيجاتيف منين؟ نفس الفكره. زي في اليونيبولر لمبلي كنت بوصل التو لمبز التانيين بالنيجاتيف تيرمينال بتاع الابريتس، هنا هجيب النيجاتيف ازاي؟ هوصل التلاته لمب بقى بالنيجاتيف تيرمينال اوف ذا ابريتس. اجيب الرايت ارم والليفت ارم والليفت فوت، التلاته اوصلهم بمقاومه عاليه عشان كهربتهم تبقى زيرو، وفي الاخر اوصل دول بايه؟ بالناحيه النيجاتيف بتاع الابريتس. تمام؟ يبقى الكهرباء هتمشي في اتجاه الشست ليد. طب قبل ما ابدا الويفز والانترفلز مراجعه سريعه، انواع الليدز اللي بسجل منها كهربة القلب ايه؟ يا اما لمب متوصله باللمب، يا الشست موجوده على الشست. لمب يا يوني بولر يا باي بولر. باي بولر يبقى عندي تو الكترود وبشوف فرق الكهرباء بينهم، فرق الجهد بينهم. تمام؟ سميناهم ليد 1 ليد 2 ليد 3، كلهم ماشيين في اتجاه كهربة القلب في نفس اتجاه الكاردياك فيكتور، عشان كده ورقه الاي سي جي بتاعتي كانها معدوله، البوزيتيف كلهم بوزيتيف ويفز. تمام؟ كل الورقه الاي سي جي معدوله. امال يونيبولر لمب ليد، يبقى عندي يونيبولر واحد الكترود اكتف بس بوصله بالناحيه البوزيتيف بتاع الجهاز. طب هنجيب النيجاتيف ازاي؟ اوصل التو لمب التانيين بايه؟ بالناحيه النيجاتيف بتاعت الجهاز. طب الشاست ليد يونيبولر. يونيبولر ليه؟ لان بقى عندي واحد اكتف الكترود بس بوصله بالناحيه البوزيتيف. امال اجيب النيجاتيف منين؟ اوصل الثلاثه لمب بقى من ناحيه النيجاتيف بتاعه الابريتس. تمام؟ قلنا في اليوني بولر لمب ليد عندي اسمهم اي في ار اي في ال اي في اف. اي في ار الوحيده اللي الويف بتاعتها متشقلبه زي ما شفنا كده، متشقلبه ليه؟ لانها موجوده الاي في ار ده موجوده عند الرايت ارم، فالكهرباء رايحه ناحيه الرايت ارم في عكس اتجاه كهربه القلب فالويفز تتشقلب. اما الاي في ال موجود عند الليفت ليج، سوري عند الليفت ارم، الاي في اف موجود عند الليفت فوت، الاثنين ماشيين في نفس اتجاه كهربه القلب، الكهرباء بتروح لهم في نفس اتجاه كهربه القلب، عشان كده ورقه الاي سي جي بان كانها معدوله بوزيتيف ويفز. الشاس ليد قلنا من V1 to V6 خلاص.
from V1 to V6 هما دول البوزيتيف الكترودز. نيجاتيف بوصل الثلاثه لين ببعض بالناحيه النيجاتيف بتاعه الجهاز. تمام كده؟ لو هتلاحظوا حتى ان في واحده الوحيده في واحد الوحيده اللي موجوده ناحيه الرايت، وفروم في 2 تو في 6 موجوده ناحيه الليفت. طبيعي ان القلب اتجاهه فين؟ اتجاه كهربه القلب معظمها فين؟ ناحيه الليفت سايد. طيب انا سجلت بقى سواء من V1 سواء من شاست ليد او من لامب ليد، وطلعت لي ورقه الاي سي جي. عايزه افهمها، افهمها يبقى انا محتاجه افهم ايه اللي مرسوم قدامي ده. الاي سي جي تتكون من ويفز وانترفلز او سيجمنتس. ويف وانترفلز وسيجمنتس. ايه هي الويفز الموجوده؟ عندي اول ويف اسمها بي ويف، تاني ويف اسمها كيو ار اس كومبلكس دي على بعضها، تالت ويف اسمها تي ويف. تمام؟ طيب في كل ويف عايز اعرف الامبليتيود بتاعتها قد ايه، الديوريشن بتاعتها قد ايه، كوانسايد مع ايه في الكاردياك سايكل. خلاص، اول واحده بي ويف. بي ويف دي تمثل لي الاتريال دي بولاريزيشن. اتريال دي بولاريزيشن. تمام؟ امال الكيو ار اس دي تمثل لي ايه؟ تمثل لي فينتريكولر دي بولاريزيشن. طب التي ويف تمثل لي ايه؟ فينتريكولر ري بولاريزيشن. تاني، بي ويف تمثل لي اتريال دي بولاريزيشن، كيو ار اس كومبلكس تمثل لي فينتريكولر دي بولاريزيشن، تي ويف تمثل لي فينتريكولر ري بولاريزيشن. في سؤال منطقي، وير از اتريال ري بولاريزيشن؟ اتريال ري بولاريزيشن از اوكير during the same time of ventricular depolarization. الاتريال ري بولاريزيشن بيحصل at the same time of ventricular depolarization. So it's masked by ventricular depolarization. تاني، أنا عندي البي اتريال depolarization، QRS ventricular depolarization، T ventricular repolarization. طب ما عنديش أي ويف تمثل لي الاتريال repolarization، هو فين؟ هو بيحصل في نفس الوقت اللي بيحصل فيه مين؟ ventricular depolarization. وطبعا بما ان الماس بتاع الفنتريكل اكتر من الاتريوم، فالفولت او الكهرباء اللي بتطلع من الفنتريكل اقوى من الاتريوم، فتعمل ماسكينج للاتريال ريبولاريزيشن. تمام كده؟ طيب عايزين نعرف بقى الديوريشن والامبليتيود بتاع كل واحده. قلنا طبعا البي ويف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يعني بصل فوق، نيجاتيف يعني بصل تحت. البي بوزيتيف ويف. تمام؟ طب الكيو نيجاتيف الطبيعي بتاعها، ار بوزيتيف، اس نيجاتيف، تي بوزيتيف. تمام؟ ديوريشن بقى، بي ويف الديوريشن بتاعتها 0.1 سكند. طب التي 0.2 سكند، الضعف. نحاول نحفظ مع بعض، يبقى دي 0.1 سكند هنا 0.2 سكند ده الديوريشن. امبليتيود 0.2 ملي فولت، امبليتيود 0.4 ملي فولت. يبقى نلاحظ ان البي هاف اوف تي او التي از دبل بي، يبقى هنا 1 من 10 ثانية، هنا 2 من 10 ثانية، هنا 2 من 10 ملي فولت امبليتيود، هنا 4 من 10 ملي فولت امبليتيود بتاعتها. يبقى كده خلصنا البي والتي. يبقى البي duration 0.1 سكند، التي 0.2 سكند. الفولتج بتاعت البي 0.2 ملي فولت، الفولتج بتاع التي 0.4 ملي فولت. تمام؟ طب نعرف بقى الديوريشن والفولتج بتاع الكيو ار اس. الديوريشن بتاع الكيو 2 من 100 ثانية، 0.02 سكندز، 2 من 100 سكند. تمام؟ طب الاس 2 من 100 ثانية، الار 4 من 100 ثانية. يبقى تاني، الكيو والاس في الديوريشن عند بعض 2 من 100 ثانية، 2 من 100 ثانية، الار 4 من 100، 0.04 سكند. تمام؟ نيجي للفولتج، الكيو 0.2 ملي فولت، الاس 0.6 ملي فولت، الار فروم الار دي رينج بقى غلسه شويه 0.6 to 1.2 ملي فولت. تمام؟ تاني،
الكيو والاس نفس الديوريشن 2/100 ثانيه، الار 4/100 ثانيه. طب الفولتج الكيو 2/10، الاس 6/10، الار من 6/10 ل 1.2 ملي فولت. طبعا مش محتاج اقول لكم ان دي مهمه تتحفظ جدا. يبقى عندي مفيش مشكله في البي والتي، البي ضعف التي، البي ديوريشن بتاعتها 1/10 ثانيه، التي 2/10 ثانيه. البي فولتج 2/10 ملي فولت، التي 4/10 ملي فولت. نيجي للكيو ار اس كومبلكس، الكيو في الديوريشن نص قد الاس 2/100 ثانيه، 2/100 ثانيه، الار ضعفهم 4/100 ثانيه. تمام، الفولتج البي 2/10 ملي فولت، الار 6/10 الواحد و2/10 ملي فولت، الاس 6/10 ملي فولت. احنا قلنا البي تمثل اتريال ديبولاريزيشن، التي فنتريكولار ريبولاريزيشن، كيو ار اس فنتريكولار ديبولاريزيشن. لو هنفصلها الكيو ديبولاريزيشن اوف انتر فنتريكولار سيبتوم، ما هو اول مكان بتوصل فيه الويف ايه في الديبولاريزيشن؟ مش احنا طلعنا من الاس اي نود، انتشرنا في الاتريوم، اي في نود، اي في باندل، باندل برانش، ماشيين في السيبتوم اهو. يبقى اول حاجه ديبولاريزيشن اوف انتر فنتريكولار سيبتوم، ده الكيو. اما الار اللي هي الكبيره قوي بتاخد معظم الليله بقى، ديبولاريزيشن اوف ايبكس لاترال وون اند موست اوف ذا بيز اوف ذا فنتركل، يتفضل الاس الصغيره بقيه الفنتركل. تاني البي اترال ديبولاريزيشن، كيو ار اس فنتريكولار ديبولاريزيشن، تي فنتريكولار ريبولاريزيشن. طب عايزين نفصل الكيو ار اس بقى بالتفصيل. كيو اول منطقه بتوصل فيها الديبولاريزيشن ويف الانتر فنتريكولار سيبت، الار كبيره كبيره يبقى الابكس واللاترال وول اند موست اوف ذا بيز، امال الاس باقي البيز. تمام كده، كده احنا خلصنا الويفز. نمسك بقى في قبل ما كملنا على الانترفال والسيجمنتس، في حاجه اسمها يو ويف. يو ويف دي عاده او 900% مش بتبان في الاي سي جي، هي سمول بوزيتيف ويف. يبقى اليو سمول بوزيتيف، بص لفوق، بتبقى امتى؟ تبقى بعد التي، لو هتبان بتبان بعد التي، and it's usually absent، عاده ما بتبانش. هي تمثل ريبريزنت وات؟ repolarization of papillary muscle. فاكرين papillary muscle اللي بتمسك بكورد تنتيري في الكاز بتاعت الفالف، لما بتعمل repolarization تبان لي كيو ويف، ده ان بانت يعني. duration بتاعتها 0.05 second and amplitude 0.05 ملي فولت، 500 second 500 ملي فولت. يبقى اليو ويف عادة ما بتبانش، لو بانت تبقى بتبان بعد التي، هي small positive يعني باصة لفوق، تمثل لي papillary muscle repolarization، مدتها 5/100 ثانية، amplitude 5/100 ملي فولت. طيب اللي أنا قلتها من شوية، as ventricular depolarization occurs at the same time of atrial repolarization، وأنا عندي ال ventricle mass بتاعته أكبر من الاتريوم، the wave representing atrial repolarization is masked by the QRS complex. تمام، عشان كده الاتريال repolarization ما بيبانش، عشان بيحصل له masking بالventricular depolarization. ال Q وال S اللي هما الصغيرين دول، Q وال S اللي هما الاثنين نيجاتيف الصغيرين دول، represent ventricular sorry are very small and may be normally absent. يعني في معظم برضه الـ ECG هنلاحظ ان Q وال S مش باينين عشان هما صغيرين. طيب the T wave which represent ventricular repolarization is positive and not negative. ما انا عندي ال QRS دي ايه؟ ventricular depolarization، والتي ده ايه؟ ventricular repolarization. طب دي بوزيتيف، المفروض دي تبقى بالعقل نيجاتيف، طب هي بوزيتيف ليه؟ because the epicardium which is the last point of depolarization is the first point of repolarization, so repolarization wave occur in the same direction of depolarization wave. زي ما قلنا في الاول، انا عندي في الهارت the last point to depolarize اللي هي الابيكارديوم is the first point to repolarize اللي هي الابيكارديوم. وانا عندي يبقى depolarization wave ماشيه في الكوندكتنج سيستم ناحيه الابيكارديوم، ناحيه الابيكارديوم ناحيه الالكترود بتسجل بوزيتيف. اما الريبولاريزيشن ويف اللي بتتم عن طريق الفنتريكولار ماسل اللي بتبدا من الابيكارديوم ماشيه from epicardium to endocardium away from the electrode بعيد عنه، وريبولاريزيشن تسجل بوزيتيف.
يبقى بكل بساطة لما اجي اسألك التي ويف مع انها فنتيكل ريبولاريزيشن ليه هي بوزيتيف زي الدي بولاريزيشن ويف اللي هي تمثل بالكيو ار اس؟ لان اللاست بوينت اوف دي بولارايز هي الفيرست بوينت تو ريبولاريز اللي هي مين؟ الايبيكارديوم، وفسرناها في الاول. هقولها تاني، الاحمر دي دي بولاريزيشن، الاخضر هو الريبولاريزيشن. الدي بولاريزيشن بيعتمد على الكوندكتنج سيستم اللي هو ملاصق للاندوكارديوم، فبتمشي الديبولاريزيشن ويف فروم اندوكارديوم تو ايبيكارديوم في ناحيه اتجاه الالكترود تسجل بوزيتيف. اما الريبولاريزيشن ويف ماشيه فروم ايبيكارديوم تو اندوكارديوم اواي فروم ذا الكترود تسجل بوزيتيف. تمام، يبقى الديبولاريزيشن ويف اللي هي نيجاتيف دي ماشيه من الاندو تو ايبي، اما الريبولاريزيشن ماشيه فروم ايبيكارديوم تو اندوكارديوم. الديبولاريزيشن القاعده بتاعتها بدل ماشيه ناحيه الالكترود تسجل بوزيتيف، الريبولاريزيشن عكسها اواي فروم الكترود تسجل بوزيتيف. طب في سؤال تاني، تي ويف هاز ا لونجر ديوريشن ذان كيو ار اس، ليه تي ويف الديوريشن بتاعتها اطول؟ او ممكن اشقلب السؤال، ليه الكيو ار اس اقصر من تي ويف مع ان الاثنين فنتريكل؟ كيو ار اس فنتريكل ديبولاريزيشن، التي فنتريكل ريبولاريزيشن اهي، كيو ار اس ليه اقصر او مدتها اقصر من تي ويف؟ لان الكيو ار اس ده فنتيكولار ديبولاريزيشن اللي بيعتمد لي على مين؟ على الكوندكتنج سيستم. انا عندي البروكينج فايبر اللي ماشيه في الفنتريكل اسرع مكان بيوصل الكهرباء، كان 4 متر في الثانيه. اما التي ويف بتعتمد لي على مين؟ ده فنتريكولار ريبولاريزيشن اللي بيعتمد لي على الفنتريكولار ماسل اللي كان الكوندكشن فيلوسيتي بتاعته ايه؟ نص متر في الثانيه. يبقى T wave has longer duration than QRS. Why? As the repolarization process is much slower than the depolarization. خلاص؟ طبعا كل ما كان انا عندي هو هنا كاتبه as it is of a rounded shape. طبعا لو حاجه سبايك اللي هي QRS عامله زي السبايك، سبايك عشان سريعه سبايك، اما T wave rounded عشان بطيئه ابطا. ابطا ليه؟ عشان هنا فنتريكولار ماسل نص متر في الثانيه، هنا سريعه ليه؟ عشان كوندكتنج سيستم 4 البركنج فايبر 4 متر في الثانيه. باقي اخر حاجه الانترفال اند سيجمنتس. سيجمنتس يعني مسافه، انترفال يبقى تشمل مسافه مع ويف. تاني، ايه الفرق بين الانترفال اند سيجمنت؟ سيجمنت جاست لاين، مسافه ما بين ويفز. اما بي ار اما انترفال يعني مسافه بين ويفز بلس ويف، داخل معانا ويف. طب بي ار انترفال بقيسها منين؟ بقيسها from the beginning of بي to beginning of ار ويف، من اول البي ويف to beginning of ار ويف. الديوريشن بتاعتها النورمال 12 من 100 ثانية ل 2 من 10 ثانية. تتناسب تناسب عكسي inversely proportion with the heart rate، بمعنى كل ما سرع الهارت ريت البي ار البي ار هتقصر، ما الكارديوك سايكل كلها هتصغر، فالبي ار هت ايه؟ هتقصر في المدة. فسيولوجيكال سيجنفيكانس، طيب هي بتمثل لي ايه بقى؟ بالعقل كده ان قلنا البي ار from the beginning of P to beginning of R. تمام، من beginning of P to beginning of R، عشان كده سميناها interval لان داخل معانا البي ويف، من 12 من 100 ثانيه ل 2 من 10 ثانيه. تمام، تتناسب تناسب عكسي مع الهارت ريت، كل ما سرعت الهارت ريت يبقى كترت عدد الكاردياك سايكل في الدقيقه، يبقى قصرت المده بتاعت الكاردياك سايكل، يبقى البي ار انترفال اخبارها ايه؟ هتقصر. طب البي ار تمثل لي ايه؟ هو البي ده كان ايه؟ اتريال ديبولاريزيشن. طب الحته دي ده الكوندكشن لغايه ما اوصل الفنتركل، كوندكشن ثرو مين؟ الاي في نود. يبقى ما اقولك بي ار انترفال تمثل ايه؟ الاثريال ديبولاريزيشن اند اي في نودال كوندكشن لغايه ما اوصل الفنتركل. يبقى ات ميجر اثريال ديبولاريزيشن اند كوندكتيفيتي ان ذا اي في نود. تمام، ده البي ار انترفال. تاني انترفال اسمها كيو تي انترفال، خلاص، ميجرد فروم ذا بيجينينج اوف كيو تو ذا اند اوف تي. From beginning of اسمها QT، من أول Q لغاية end of T. طب بالعقل كده تمثل لي إيه؟ QRS كانت atrial ventricular depolarization و T كان ventricular repolarization، يبقى ال QT represent ventricular depolarization plus ventricular repolarization، وبرده inversely proportional with the heart rate، تتناسب تناسب عكسي مع الهارت ريت، كل ما سرعت الهارت ريت
كترت عدد الكاردياك سايكل في الدقيقه، قصرت مده الكاردياك سايكل، يبقى الكيو تي والبي ار انترفال هيحصل لهم ايه؟ هيقصروا. يعني لما اجي اقول لك اخبار البي ار او الكيو تي انترفال مع بيشنت عنده برادي كارديا، برادي كارديا يعني الهارت ريت في الدقيقه، معدل ضربات القلب في الدقيقه بيقل، بيقل يبقى الكاردياك سايكل عددها بيقل، يبقى مده الانترفال بتزيد، يبقى كل ما عنده برادي كارديا خلاص يعني برادي كارديا الكيو تي والبي ار انترفال هتطول. طب لو عنده تاكي كارديا يعني معدل ضربات القلب في الدقيقه بيكتر، يبقى البي ار والكيو تي تقصر. تمام. اخر حاجه حاجه اسمها اس تي سيجمنت، سيجمنت يبقى مفيش داخل معايا ويف، بتتقاس from the end of S to beginning of T. من نهاية ال S لبداية ال T. هنا بقى معلقش بقى على duration ولا حاجة، لا يهمني ان تبقى ايزو الكتريك. يعني ايه ايزو الكتريك؟ ماشية على اللاين، لا شيفتت upward ولا شيفتت downward. ST segment تبقى ايزو الكتريك. انتوا عارفين هي ايزو الكتريك ليه؟ لانها coincide مع البلاتو فيز اوف كارديك اكشن بوتنشال. فاكرين البلاتو؟ كان ما كانش فيه كفاية، في كان كان كل الاوتر سيرفيس اوف ذا هارت خلاص كله نيجاتيف من بره، بلاتو نو كارنت فلو ان ذا هارت، ما فيش كارنت فلو، فعشان كده تبقى ماشيه مع الخط، ما فيش كارنت يبقى زيرو، ات زيرو لاين، لا شيفتد ابورد ولا شيفتد داونورد. يبقى اهم حاجه في الكومنت على الاس تي سيجمنت انها تبقى ايزو الكتريك، ايزو الكتريك ماشيه على الخط، نو كارنت فلو، لانها ماشيه مع البلاتو فيز، كوانسايد تتزامن مع البلاتو فيز اوف كارديك اكشن بوتنشال which no current flow in the heart. يبقى خدنا بي ار انترفال، كيو تي انترفال، اس تي سيجمنت. بي ار انترفال from beginning of P to beginning of R. Atrial depolarization and AV nodal conduction. Inversely proportional with the heart rate. أما QT from the beginning of Q to the end of T. T is a ventricular depolarization, ventricular repolarization. برضو inversely proportional with the heart rate. آخر حاجة ST segment from end of S to beginning of T. أهم حاجة تبقى isoelectric ماشية على الخط لأنها coincide with plateau phase of action potential. تمام. هاتي ال BR from beginning of P to beginning of R. ST from sorry QT from beginning of Q to end of T. ST segment from end of S to beginning of T. تمام. وده شكل الاي سي جي، ستريبل اي سي جي الطبيعي. هنا بي ويف، هنا الكيو، ار اس، ودي تي ويف. نرجع تاني سوري دي تي ويف، نرجع تاني بيو بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. تمام. ثانك يو فور واتشينج.